بسم الله الرحمن الرحيم، أقدم لتلامذة سنة رابعة متوسطة تمارين في الرياضيات، تمارين محلولة. انتبهوا مليح، نقرأ لكم نص التمرين. أي بعدد حيث أ يساوي جذر 80 زائد 2 جذر 125 ناقص 3 جذر 20، و ب العبارة ب هي 2 زائد جذر 2 على جذر 2. أولا اكتب العدد أ على الشكل أ جذر 5 حيث أ عدد طبيعي. ثانيا اكتب العدد ب على شكل نسبة مقامها عدد ناطق. ثالثا بين أن ب مضروب في جذر 2 ناقص 1 عدد طبيعي. إذن الحل، بدأوا بالـ أ. أ هي جذر 80 زائد 2 جذر 125 ناقص 3 جذر 20. نستجابوا للسؤال الأول، لازم يكون عندنا أ جذر 5. إذن هذا الأعداد 80 و 125 و 20 نحولها إذا جدا عدد معين مضروب في جذر 5. إذن أ وشنو هي 16 مضروب في 5 زائد 2 مضروب 25 مضروب في 5 ناقص 3 هي 4 في 5. نكتبها بشكل آخر، جذر هذا الجذر لعددين هو جذر العدد الأول مضروب في الجذر العدد الثاني. إذن لنا جذر 16 مضروب في جذر 5، لنا 2 جذر 25 مضروب في جذر 5 ناقص 3 جذر 4 مضروب في جذر 5. لهنا جذر 16 نعرفوه هي 4، دونك ربع في جذر 5. لهنا جذر 25 نعرفوه 5 هي 2 مضروب في 5 ولكن مضروب في جذر 5 ناقص 3. جذر 4 نعرفوه هي 2 مضروب في جذر 5. واش لاحظوا؟ لاحظوا بلي عندنا جذر 5 هو العامل المشترك، عامل مشترك. أول هي 4 زائد 2 في هذاك 10 ناقص 6. إذن 14 ناقص 6 8. أ يساوي 8 جذر 5. إذن الأ هي 8، راكم تشوفوا. هذه هي الحل، جاوبنا على السؤال الأول. السؤال الثاني واش يقول؟ اكتب العبنا على الشكل نسبة مقامها عدد ناطق. ب
هي 2 زائد جذر 2 على جذر 2. باه نقلبو العدد المقام عدد ناطق، لازم نتخلص من الجذر. اذا بس نتخلص من الجذر لازم نكتب جذر 2 مضروب في جذر 2 لهنا، جذر 2 مضروب في جذر 2. واش نلاحظ؟ نلاحظ في المقام راح يولي هذا العدد، يولي عدد ناطق بدون الجذر. إذن تولي المقام يولي 2، لأن جذر 2 في جذر 2 و 2، ولنا ما عليا إلا أن نقوم بعالمية عملية النشر. 2 جذر 2 زائد جذر 2 مضروب في جذر 2، معناه 2 جذر 2 زائد 2 على 2. ولكن هذه العبارة راح نبسطها، تولي 2 مضروب على 2. واش درت لهنا؟ درت 2 كعامل مشترك، تولي 2 كنا نحب نضرب لهنا 2 في جذر 2 زائد 2. لهنا عندي اختزال، بالي تولي جذر 2 زائد 1. اذا ب هي جذر 2 زائد 1، هذا ناتج المطلوب في السؤال. السؤال الثالث شو قلنا؟ هل ب مضروب في جذر 2 ناقص 1 عدد طبيعي؟ بنشوف، نكتب ب قيمة تاعه هي جذر 2 زائد 1 مضروب في جذر 2 ناقص 1. واش لاحظنا هنا؟ هذه متطابقة مشهورة شهيرة، متطابقة شهيرة، وهي جذر 2 مربع ناقص 1 مربع. معنى جذر 2 مربع هو 2 ناقص 1 معناه 1. إذن ب هو 1، معناه أن ب عدد طبيعي. وانتهينا.